مصطفى الآغا الإعلامي السوري اشترى سيارة فخمة وباذخة لزوجته مي التي أبدت إعجابها بها، وسعرها كما يبدو يتجاوز عشرات آلاف الدولارات. ألف مبروك. مبروكة مبروكة يا مدام، مبروكة. على الحقيقة أحلى وأحلى والله جد مصطفى. نعم، حتى السيت بلت أحمر. سيت بلت. أوه نجوم. حبيتي؟ كثير حبيته، مع الخاتم أسورتي شيء بياخد العقل. عندنا البلاك دايموندز والوايت دايموندز، شكله لحن جدا حلو. رائع. مثل ما بيقولوا البيانو في وايت وبلاك. مجوهرات زغيب فرع الكويت كي تكوني أجمل وأكثر جاذبية دائما. هون كمان نحن بالبلاك دايموند. يس يس، وحتى العين فيها بلو دايموند. ولا يس، والهارت شيب بالبلاك. نفس الشيء مثل خواتمك. أسعارك كتير أفضل من من أي مكان تاني. هذا المكان الأجمل للمجوهرات في الأفينيوز مول الطابق الأول. والله أمير مبدع. شكرا يا أمير. ثانك يو أمير. AK7. كوليس ما بعد المشهد.